السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صميم إن شاء الله تعالى راح أكون معكم بفيديو شرح محاضرة البايكون معكم في سيستم الجو اي. بتأكد إن المحاضرتين يعني بكونوا بسيطات خفيفات لطيفات، ما فيهم مشكلة تعقيد، يعني شغلات يو شال نو إت أز دكتور من البايكون. بداية هيك مراجعة كثير سريعة عن الكبد، يعني واحد من أعقد الأعضاء الموجودين في الجسم، مش كتركيب وإنما كوظائف، يعني وظائفه كثير عديدة، ما بنقعد نعدد اللي انتو أخذتوهم كثيرة ما بنوقفش. لكن بداية نرجع نتذكر معلومة كثير مهمة، إنه الكبد عنده دول بلوت سبلاي من الهيباتيك آرتري والبورتال فين. ليش هذول اعتبرناهم دول بلوت سبلاي؟ لأنه الدم الجاي من البورتال فين بيجي من وين؟ بيجي كتجميعة من الميزنتريك فينز اللي بكل بساطة جايات من الجوت، بيكون بيكون فود ريتش اللي هو بلاد، بيكون جاي ممتص غذاء الى اخره، فبيدخل على الكبد عشان ايش؟ عشان يتفلتر، والهيباتيك ارتر بيطلع من اللي هو الاورتا. من وظائف الكبد المهمه كثير مهم نعرفها، انه بيصنع اللي هو البايل زي ما بنعرف، اللي بتصنع من وين؟ من الكوليسترول، اند سكريتد انتو دودنم ثرو بليري تاكت. اوكي، كلام اوريدي بنعرفه، لان الوحده البنائيه تبعتنا هي الهيباتيك لوبيول، وهاي الهيباتيك لوبيول مكونه من شغلتين، بورتال تريات وخلايا. شو البورتال تريات؟ اللي هم هذول الثلاثة، الدكت والهيباتيك ارتري والهيباتيك وعفوا والبورتال فين. اذا البورتال تريات يشمل البورتال فين والهيباتيك ارتري والبلياري دكت، هذا التريات بيكون موجود في كل البيول. في الهيباتوسايت بشكل عام، البورتال تريات هذول تشوفوه يعني بتتذكروا في صورة، في عندي اللي هو اللوبيول، في عندي بالنص اللي هو كنا نحكي عنه السنترال فين، وهذولاك بيكونوا على في البريفري تبعونا. في الهيباتوسايت طبعا هم 95% بشكلوا لي من الكبد، الهيباتوسايت تبعتنا موجودات في تايت جنكشن، وبيناتهم في عندي البايل كانكولاي موجوده. الشيء الثاني البايل كانكولاي طبعا اللي حينصب فيها البايل والاخير يتجمع ويعطوني البايل البايل او البلياري داكت. الهيباتيك ستيلت سيل، هاي الستيلت سيل هاي باختصار ومن وظائفها المهمه جدا انه ستورج اوف فيتامين كي اللي امبورتنت فور وات؟ فور كوجيوليشن. وهذا الفيتامين كي تذكروا هيك ريسبونسبل فور اللي هو بوست ترانزيشن موديفيكيشن للفاكتورز اللي كنا نختصرهم ب 1972 اللي هم 10 و9 و7 و2، بيضيف عليهم اكسترا كاربوكسيل جروب على سيرتن جلوتاميك اسيد ريزيدو عشان تقدر تمسك في الكالسيوم، فهذا كثير مهم يعني نتذكر هاي المعلومة عن كبفر سيل، واللي هي طبعا الماكروفيج. نعرف الماكروفيج لما تكون في سيرتن تيشوز إلها يعني أسماء معينة، ففي عندي اللي هو مايكروجليال سيلز أو مايكروجليا الموجودة في البرين، وأنا كبفر سيل، في عندي تسميات ثانية إلها بالإضافة للناتشورال كيلر سيل. هذول هم مكونات الهيباتيك لوبيول. لكن شغله مهمه نتذكرها كاناتومي، هاي كثير مهمه نعرف موضوع البلياري تري كيف بتكون تتكون، يعني للتذكير في عندي بتكون الرايت اند ليف هيباتيك داكت، بتطقوا بيعطوني الكامون هيباتيك داكت، بعدين في عندي الجولي بلادر بنزل منها داكت بنسميها السيستيك داكت، السيستيك داكت والكامون هيباتيك داكت بيجمعوا بيعطوني الكامون بايل داكت، الكامون بايل داكت بعدين ترجع تلتقي مع البنكرياتيك داكت في الامبولا وباتا، بيفتح السفنكتر اوف اودي على اللي هو على السكند بارت اوف ذا دودينم. هاي كاناتومي يعني كثير مهمه وكثير لها ابلكيشن في الكلينيكال لايف بموضوع ريليتد تو اللي هو الجوندس اللي حنحكي عنها. نتذكر البيليروبين ميتابوليزم واللي هو بيطلع ك واي برودكت اوف هيم ديجريديشن، لانه احنا بنعرف مرات الخلايا دم الحمراء لها عمر معين، بعد هذا العمر راح يصير لها تكسير، بيطلع منها ايش؟ الهيم. فبالتالي احنا قاعدين بنكسر هاي الهيم، هاي الهيم لما تتكسر حتعطينا بالاخير البيليروبين واللي هي البيجمنت تبعيتنا اللي حنحكي عنها. نتذكر الار بي سي بتتكسر للايرون للجلوبين والهيم. نيجي بدي احكي عن ايش؟ عن جزئيه الهيم. الهيم في السبلين بتحول لشيء بنسميه البيلي فيردين. اذا البيلي فيردين بتحول او الهيم بتحول للبيلي فيردين بالاكسجينيز او الهيمو اكسجينيز تبعي، يعني بيعمل له ايش؟ اوكسيديشن رياكشن. بعد هيك هذا البيلي فيردين نعمل له ايش؟ ريدكشن طبعا لسيرتن سيرتن اتومز، بتحول للانكونجيجيتد بيليروبين، ما ضفنا عليه اللي هو الجلوكورين او اليودوبيك، او ما ضفنا عليه اللي هو الجلوكوز يونت تبعيتها لو او الجلوكويورينيك اسيد لنكون دقيقين اكثر، ما ضفنا عليه جلوكويورينيك اسيد.
فالان كونجوجيتد بيلي روبين بتنتج لي اللي هو البيلي فيردين اللي هو الداكتيز. هسه هذا الان كونجوجيتد بيلي روبين بتميز ايش ماله؟ ووتر انسولبل، ما بذوب في المي. طب معناته كون ما بذوب بالمي، هل بقدر انا انقله في البلاد ستريم هيك لحاله كفري؟ لا، لازم يرتبط. فايش بده يرتبط؟ في الالبومين. فالان كونجوجيتد بيلي روبين مينلي بلاقيه باوند تو ذا البومين، بعد هيك بينتقل للكبد، الكبد بيمسكه بحول لي الكونجيجيتد باي ادينج الجلوكورينيك اسيد، ولما يضيف لي اياه بالمحصله بصير كونجيجيتد، ونروح نعمل له سكريشن من خلال البيليري تري. في الليفر زي ما حكينا الان كونجيجيتد بيليروبين بتحول للكونجيجيتد بيليروبين باي يو دي بي جلوكورين ترانس جلوكورين جلوكويورينيل ترانسفيريز، اللي هو من جلوكويورينيك اسيد. اذا يو دي بي جلوكويورينيل ترانسفيريز، يو دي بي جلوكورينيك ترانسفيريز، هذا الانزيم بحول الان كونجيجيتد بيليروبين للكونجيجيتد بيليروبين. السيناريو هذا لازم نتذكره لما نجي نحكي عن الجوندس، حنحكي عن كوزز، حنحكي عن بري هيباتيك، حنحكي عن هيباتيك كوز، حنحكي عن بوست هيباتيك كوزز برضه كمان شوي. سيكريتد فروم هيباتوسايت زي ما حكينا البايل كانكولاي، بعدين تروح على البيليري، بعدين بتروح لوين؟ للانتستين. طيب اذا نمشي شوي شوي، بلشنا في السبلين بعدين رحنا على الليفر. اذا بعيد شو صار في السبلين؟ الهيم تحول للبيلي فيردين باي هيم اوكسجينيز، البيلي فيردين تحول للان كونجيجيتد بيلي روبين بالبيلي فيردين ريدكتيز، الان كونجيجيتد بيلي روبين ارتبط في الالبومين. ليش؟ لانه ووتر انسولابل. في الكبد الان كونجيجيتد تحولنا للكونجيجيتد من خلال يو دي بي جلوكويورينيل ترانسفيريز، يو دي بي جي تي. بعدين فرزناه في البايل كانكولاي اللي حكينا، بعدين حتعطيني البايل دكت اللي بعدين راحت للبلير تري لحد ما توصل في الانتستين. طب في الانتستين شو صار في عندي؟ بحكي لي مهم هاي الموضوع النسب تكون عارفينهم، 20% اوف ذا كونجيجيتد بيرجع ان كونجيجيتد من خلال الجت بكتيريا. يعني في بعض البكتيريا اللي موجوده في الجت تحديدا في الكولون الانتستين ما بيكون فيها، بتحول لي الكونجيجيتد وترجع لي ان كونجيجيتد، وبرجع بنفس البورتال فين، يعني نفس السيناريو حيرجع حيرجع وين؟ بالبورتال فين. طب هذاك اللي بالاول الان كونجيجيتد كيف وصل الكبد؟ وصل فيا الهيباتيك ارتري، يعني من سبلين لليفر وصل من خلال الهيباتيك ارتري، لكن من الانتستين بده يوصل على الليفر بده يوصل من خلال ثرو ذا بورتال فين. بيرجع للليفر، ممكن الليفر هون يرجع يسوي يحول لي الى كونجيجيتد اجين. لان الجت بكتيريا فورم شيء بنسميه يورو بيلينوجين، يورو بيلينوجين. اذا ايش بنسوي؟ يورو بيلينوجين. احكي لي سم اوف يورو سم اوف ذيم، هذا اليورو بيلينوجين حيعمل له ري ابزوربشن، مش كله، راح نلاحظ على كلمه بعض. البعض راح نعمل له ري ابزوربشن، 95% راح يروح للكبد و5% وين راح يروحوا؟ في على الكليه. لما يروحوا على الكليه هذول 5% ايش بحول لي اياه؟ بحول لي اليورو بيلينوجين لايش؟ لليوروبيلين. واليوروبيلين هذا اللي بيعطيني اليالو كلر اوف ذا يورين، يعني اليورين سمبلي تز افلويد، يعني المفروض يكون كلرلس لكن بيطلع يالو. واي؟ بيكوز يوروبيلين. اذا باختصار عندي السيناريو تبعنا عشان ارتب الافكار السريع، حكينا عندي الهيم، الهيم بحوله ل بيليفيردين باي هيم اوكسجينيز، البيليفيردين تحول لان كونجيجيتد باي بيليفيردين ريدكتيز، بعد هيك الان كونجيجيتد بيليروبين اتفقنا انه ايش ماله؟ ات از وات ات از ووتر انسولابل، عشان هيك لحتى ينتقل في البلازما بنحوله بنربطه في ايش؟ بنربطه باللي هو باختصار الالبومين. بعد هيك بروح على الليفر بنحوله كونجيجيشن، بنضيف عليه الجلوكويورينيك اسيد باي يو دي بي جلوكو يورين ترانسفيريز، بعد هيك بنعمل له سكريشن في البايل كانكولاي، بروح على البليريتري، بروح على الانتستين. بالانتستين 20% الكونجيجيتد بيرجع عن كونجيجيتد، برجع وين؟ من خلال الثرو بورتال سيركيليشن، برجع البورتال فين، بدخل الليفر اجين. بعد هيك بعد هذا 20%، طب والباقي ايش بصير؟ ان الجت بكتيريا بتحول لي الى يورو بيلينوجين. اليورو بيلينوجين خمس حوالي بعضه، ما نقول كم نسبه، يورو بيلينوجين هذا اللي تحول عندي بعضه بيرجع او يتم امتصاصه واعاده امتصاصه، بروح على البورتال فين، 95% بروح على الكبد و5% بروح على اليورين، بيتاكسد ويتحول لايش؟ لليوروبيلين. اذا في اليورين او في الكدني بيتحول لليوروبيلين بيعطيني اليالو كلر، لكن في الجت نفسها هذا اليوروبيلينوجين بيعمل اوكسيديشن لايش ثاني بنسميه ستيركوبيلين. اذا في عندي لونين مهمات، اليالو كلر باي يوروبيلين اللي هو نفسه اصله كان اليوروبيلينوجين اللي كان اصله الكونجيجيتد بيليروبين، اذا بعيد كونجيجيتد بيليروبين تحول الى اليوروبيلينوجين من خلال اللي هو باختصار الجت بكتيريا. بعد هيك بعض عملنا له اعاده امتصاص، اللي عدنا امتصاصه 5% اكسدناه في الكليه اعطاني اليوروبيلين اللي هي تقريبا اعطتني لون
الاصفر. الاذر يوروبيلينوجين اكسدناهم بنفس في اذر تايب اوف جات بكتيريا لاستيريكوبيلين. هذا الاستيريكوبيلين بيعطينا البراونش كلر فيسز، لانه هاي الشغلات مهمه. ليش؟ لانه لما نيجي نحكي عن جوندس طبعا او انه كوزز اوف جوندس، في عندي اختلاف في الوان كل واحد فيهم، لانه هذا كمان في الهيستوري تيكينج في الكلينيكال لايف بهمنا. لما اجي احكي لك والله هذا المريض اجاك في كلي كلر ستول، زي ايش؟ زي الطين، زي الاسمنت، واجا في تي كلر يورين، هون بتعرف والله في كايند اوف وي كول ات اوبستراكتيف جوندس. لان ان كونجوجيتد بالروبين ذات بايت تو البومين كانت كروس بلد برين بارير. لانه ليش اساسا ات از ووتر انسولبل؟ لانه ات از هايدرو فوبيك ان نيتشر، ات از لايبوفيليك، يعني ايش؟ تحب الارتباط او تحب الليبيدات. لان البلد برين بارير احنا بنعرف المواد اللي بتكون هايدروفوبيك بتعبر بسهوله، لكن هل هذا الان كونجوجيتد بالروبين لو كان مرتبط في الالبومين؟ لا، ما هو اوريدي مرتبط، فكيف حيقدر يدخل الا هو البلد برين بارير؟ فاحكي له تقريبا 500 ملي مايكرو مول او 275 ملي جرام في بيليروبين برودوس ديلي، يعني جسمنا طبيعيا بنتج هاي الكميه وقادر يتعامل معها. نيجي نحكي عن كلينيكال برزنتيشن اسمها الجوندس، اللي هي ايش؟ الاصفار بالعربي. الاصفار بالعربي او الجوندس باختصار هي يلويش ديسكلريشن اوف تيشوز كوست باي ريتينشن اوف بيليروبين، يعني باختصار في عندي هايبر بيليروبينيميا، اذا في عندي ارتفاع في منسوب البيليروبين في الجسم. هسه شو سبب الارتفاع اللي راح نحكي عنهم الكوزز؟ يا بري هيباتيك يا هيباتيك يا بوست هيباتيك. لان كلمه بري هيباتيك منطقيا، شو في شيء بينتج للبيليروبين قبل ما يوصل الكبد؟ تكسر خلايا الدم الحمراء. اذا شو البري هيباتيك كوزز ريليتد تو انكريز البيليروبين؟ باختصار هو انه مور ديستركشن اوف ار بي سي. طب ليش بصير في عندي مور ديستركشن؟ اذا كايند اوف هيمولوتيك انيميا. فالهيمولوتيك انيميا ات از ذا مين كوز اوف وات اوف بري هيباتيك جوندس اللي راح نحكي عنها. اذر ثينج وي كول ات هيباتيك، يعني المشكله في الهيباتوسايت، يعني الكبد مش قادر يتعامل، مش قادر يطلع يتخلص من البيليروبين، فيتراكم في الدم وبيعمل لي هاي المشاكل. ممكن انفكشن، ممكن ديزيز اتسلف، ليفر سيروسز، اي ليفر ديزيز ممكن يؤدي لي صرف عندي اللي هو جوندس. اند بوست هيباتيك جوندس، يعني ايش كلمه بوست هيباتيك؟ يعني الليفر شغال بسم الله عليه ما فيش مشكله، لكن المشكله وين صار في عندي؟ صار في عندي في البليرتري اللي كنا نحكي عنها قبل شوي. لان اوكيرز وين سيرم بيليروبين كونسنتريشن اكثر من 35 الى 40 مايكرو مول بير لتر، مهم جدا هاي القيمه. اذا ارتفع البيليروبين اكثر من 35 الى 40 مايكرو مول بير لتر باختصار راح يصير في عندي اللي هو الجوندس. يعني هون المقصود فيه عشان تستوعب، بحكي لي نورمال بتوين 3 الى 17، طب ليش ما حكيت اكثر من 18 بصير في، او اكثر من 17 ببين عندي الجوندس؟ عشان تستوعب انا مش اي تركيز واي زياده بتسبب لي وبتخلي الجوندس يظهر الاصفار، لا، لازم يرتفع لمنسوب معين. وهات متى بينتبه او متى بنلاحظه؟ لما يرتفع اكثر من 35 الى 40 مايكرو مول. كيف يعني؟ لو مريض شخص ارتفع عنده وصار عنده البيليروبين ليفل بين 25 و30، بتطلع عليه، يعني احنا وي وونت تو اللي هو اكزامين ا بيشنت، نتاكد اذا عنده جوندس ولا لا. ايش بنسوي؟ بنيجي على عينه وبنقول له بنرفع اللي هو الابر ايليد، نرفعه بنقول للمريض ايش ماله طلع لفوق عشان اشوف ايش السكليرا، والعكس برضه كمان بعمل لفوق الابر سكليرا، بنقول ايش من اللور ليد ايليد، بنقول له نزله، بنقول له طلع بعينك لتحت، نطلع على السكليرا بنلاقيها ايش؟ يلوش. لان هل اي تركيز اعلى من 17 او اي قيمه اعلى من 17 بتخلي هذا اليلوش ديسكلاريشن تو تيك بليس؟ لا، هذا الكلام الجوندس اللي احنا بنحكي عنه هو اليلوش ديسكلاريشن بنشوفه لما يرتفع اكثر من 35 ل 40. فعشان هيك اذا شفناه خلاص احنا بنعرف نعطي انديكيشن انه والله البيليروبين عنده اعلى من 35 الى 40. لكن مرات بيجي ممكن المريض يكون البيليروبين عنده مرتفع، لكن زي ما حكينا لكم لسه اليلوش ديسكلريشن مش ظاهر. حكينا عنه البري هيباتيك جوندس، اوريدي حكينا عنه، هو من اهم الشغلات فيها الهيموليتيك انيميا او ان افكتيف اريثرو بايوسيس، يعني الاريثرو بايوسيس مش كامله فبصير في عندي بسببها هيموليسيس اسرع. هذا الكلام نرجع لنفس الموضوع انه ايش بصير في عندي هيموليسيس. والانفكتيف اريثروبايوسيس بتعطيني خلايا دم حمراء كبيره، فيعني بنفس السنه راح يصير في عندي ايش؟ تحلل لها. ليفر فانكشن نورمال اور انكريزد تو كومبنسيت، ايش يعني؟ لان منطقيا انا في عندي شيء او البيليروبين عم يتكسر او بيطلع عندي في كميات كبيره، يعني الليفر بيقول لك انه ايش؟ مش فاهم شو بصير، واقف قاعد والله انه جاي دفعه بيليروبين كثير كبيره،
فيا حلاقي الليفر فانكشن طبيعي انه بيشتغل عادي او الفانكشن تبعه زاد، ليش بده يزيد؟ عشان يعوض. كيف بده يعوض؟ ما هو جاي بيليروبين زياده عشان ما يتراكم هذا البيليروبين في الجسم، ما يعمليش اي مشاكل. ايش بسوي؟ بيزيد الاكتيفيتي تبعته تو اللي هو تو جيت ريد اوف ذيس اكسس بيليروبين. الان هل الجوندس اتسلف ا ديزيز؟ يعني هل الاصفار بحد ذاته هو مرض؟ لا. It is a sign of disease، يعني زيها زي الإدمة. يعني مريض أجاني إجري منفخة، هل بحكي إنه والله أنت عندك مرضك هو إجرينك منفخة؟ لا. It is a sign of a disease، يعني عرض ل underlying cause، في مرض بسببه. فعشان هيك إحنا بنحكي عن الكوزز للجوندس، لأنه أنا والله مريض أجاني جوندس بدي أعمل إيش؟ أشيك في إيش يسبب الإصفار عنده، بدي أشيك شو هو. عشان هيك It is a sign of a disease. Caused by heme, زي ما حكينا heme over degradation leading to increase unconjugated bilirubin. فعشان هيك في البري هيباتيك كوز اللي حلاقيه اللي مرتفع في الدم هو الانكونجيجيتد بيليروبين. يعني باخذ له عينه سامبل من هالدم بوديه على المختبر اللي بلاقيه مرتفع ايش ماله الانكونجيجيتد بيليروبين. طبعا في اللابات او في الكلينيكال حتسمعوا دايركت واندايركت بيليروبين والتوتال بيليروبين. كلمه توتال بيليروبين يعني الانكونجيجيتد والكونجيجيتد مع بعض كتركيز وككميه، اللي هي سيرم بيليروبين كنا نحكي عنها. لكن في عندي تصنيف دايركت واندايركت. الاندايركت هو نفسه الانكونجيجيتد والدايركت هو نفسه الكونجيجيتد. فبدك تشوف بقول لك والله هيك تكون ماشي، يقول لك الاندايركت مرتفع. الاندايركت مرتفع معناته الانكونجيجيتد مرتفع. فلما يرتفع الانكونجيجيتد بيليروبين انا راح اشك في بريهيباتيك كوزز مينلي. ليش؟ لانه ما عندي مشكله في الكونجيجيشن، ما ارتفع الكونجيجيت معناته الانكونجيجيتد ارتفع، لانه انا في عندي مشكله في الهيموليسيس، صار في عندي اوفر هيموليسيس واوفر ديجريديشن لل increase يورو بيلونوجين في اليورين. هذا ميك سنس لانه باختصار لما يزيد ليش بده يزيد عندي اليورو بيلونوجين في اليورين تحديدا عن غيره؟ لانه باختصار في زي ما حكينا احنا الليفر فانكشن يا نورمال او زايد. لما يزيد معناته حيصنع لي مور كونجيجيتد بيليروبين، حيوصل مور كونجيجيتد بيليروبين للانتستين. فعند الجوت حتحول مور كونجيجيتد بيليروبين ليورو بيلينوجين، فبالتالي حتزيد كميته عندي. لان هل بلاقي اي بيليروبين عندي في اليورين؟ لا، لانه باختصار لانه راح يكون باوند تو ذا البوم، ما في عندي اي اشكاليه، ف ذير از نو بيليروبين في اليورين بتاتا، لانه الالبوم احنا بنعرف كانت كروس اللي هو الجلوميرولس اللي هو كابيلاري. هذا الكوزز الاول نحكي عنه which is the pre hepatic. الكوز الثاني which is the hepatic jaundice، يعني المشكله وين؟ في الكبد نفسه. الكبد نفسه مش قادر يتعامل مع اللي هو كميه البيليروبين بتيجي. يا عنده مريض هيباتايتس انفكشن، يا عنده ليفر سيروسز، يا ممكن يكون في عنده ماس او الى اخره، بغض النظر عن الكوزز الكوز تبعينا. فالليفر فانكشن هير از اب نورمال، يعني الفانكشن تبع الكبد مش طبيعي، ما بيقدر يسوي such abnormal metabolism or transport and uptake. يعني اما المشكله في الميتابوليزم او المشكله في الترانسبورت او الابتيك، يعني الجسم او الكبد في واحد من الثلاث حالات مش قادر يشتغل. يا انه مش قادر يحول الانكونجيجيتد لكونجيجيتد، يا انه مش قادر ينقله للبايل كانكولاي الموجوده في اللوبيول، يا انه مش قادر ياخذ بالمره هذا الانكونجيجيتد بيليروبين من الدم. بدايه حنحكي عن ابنورمال ميتابوليزم. اذا ايش نحكي هون؟ هيك abnormal metabolism، يعني مشكلة في الميتابوليزم. أول واحد راح نحكي عنها hereditary unconjugated hyperbilirubinemia. إذا hereditary unconjugated hyperbilirubinemia يعني مرتفع عندي إيش؟ unconjugated اللي هو بيليروبين. يعني المشكلة وين؟ المشكلة في تحويل الconjugated للunconjugated، عشان هيك ارتفع. abnormal metabolism عندي ايش مالهم؟ تو سيندروم. اول واحده جيلبريت سيندروم وكريجلر نجار سيندروم. اذا جيلبريت سيندروم كلاهما او وكريجلر نجار سيندروم كلاهما اوتوسومال ريسيسيف، يعني لازم تلوس بوث الليلز لحتى تظهر هذا المرض. والميوتيشن في الانزيم تبعي، لانه ليش هذا الانزيم؟ فيش غيره، هو الوحيد بيعمل لي ايش؟ الكونجيجيشن، اليو دي بي جلوكويورينيل ترانسفيريز انزيم اللي بيحول الانكونجيجيتد للكونجيجيتد. فميوتيشن فيه ببطل ايش ماله شغال. الحالتين كلاهما نفس اللي هو نفس الشيء بياثروا على هذا الانزيم. اول واحد بيحكي لي الجيلبرت سيندروم هي ايش مالها؟ مور كومون لكنها ليست سيفير، يعني هي شائعه ولكنها اقل خطرا وضررا مقارنه بكريجلر نانجار سيندروم. بيحكي لي اكسترا تي اي، اكسترا تي اي يعني عندي ثايمين ادينين
في عندي اللي هو insertion of new nucleotide في DNA is inserted في البروموتر of the gene coding اللي هو ال UDP glucuronyl transferase enzyme decreasing the enzyme activity. يعني باختصار فعندي زيادة, صار في عندي inserting of nucleotide. هاي الزيادة بتعمل shifting, بتغير النيوكليوتيدات, فخلت لي ايش ماله decreasing the activity. Decreasing enzyme activity زي ما حكينا leading to accumulation اللي هو unconjugated bilirubin, وهذا make sense. يعني اتخيل انا قاعد عندي مصنع, هذا المصنع بيحول لي جنان بلا, بحول لي عشان نستوعب السيناريو اللي انا بصير في عندي ونفهم الفكره هون كلياتها للتوكيد بس عشان نضمن الكل يكون فاهم. انا على سبيل المثال عندي مصنعين, هذا المصنع بيحول الماده A الى الماده B, وهذا المصنع ايش ماله مفصول عن المصنع الثاني ما بدري عنه. يعني هذا المصنع اللي هون بدريش عن هذا المصنع. هذا المصنع شو وظيفته؟ يمسك البي يحولها الى ايش؟ الى سي. الان هذا المصنع اللي هون شغال طبيعي ما بدري عنه, مفصولين عن بعض, لكن هذا المصنع معطل. فهذا المصنع عمال يحول من A إلى B, من A إلى B, من A إلى B, وهو مش داري, بفكر كل عمال بفكر البي بتتحول لسي في المصنع الثاني, لكن المصنع الثاني خربان, فبالتالي البي ايش مالها بتظل موجودة. والبي في حالتنا هي هون الانكونجيجيتد بيليروبين, فبترتفع عندي. الكليجر نجار سيندروم هذا اقل شيوعا لكنه ايش ماله كسيفيريتي, يعني ايش ماله اكثر من الجيلبرت سيندروم. عندي طفرتين, اول واحد والثاني, بيحكي لي كومبليت ابسنس اوف ذا انزيم, يعني الانزيم بالمره مش موجودين. فايت ذا موست سيفير فورم او ميوتيشن موجوده. ففي التايب 1 كليجرال نجار سيندروم ما في عندي انزيم بالمره, يعني الانزيم صح مش موجود. ذيس از نوت فاوند في الهيباتوسايت بالمره. فايت ذا موست سيفير اند مور سيفير مور سيفير مقارنه في الثانيات. التايب الثاني ميوتيشن ريزلت ان ليس سيفير انزيم ديفيشنسي, يعني اللي من اللي نستوعبه في شو الفرق بين جيلبرت سيندروم والكريجل نجار. في الجيلبرت سيندروم باختصار الميوتيشن عندي بتخلي الانزيم اكتيفيتي اقل, يعني المشكله ايش مالها؟ مشكله كواليتي. يعني بدي احكي جيلبرت ات از ا كواليتي بروبلم, مشكله في نوعيه الانزيم, الانزيم مش موجود لكن شغلته مش طبيعيه. لكن في كليجلر نجار سيندروم المشكله في الكوانتيتي, يعني مشكله عدد, بعمل لي ديفيشنسي. يعني الطفره اللي بتصير والميوتيشن اللي بتصير في عندي في كليجلر نجار سيندروم بيؤدي لي لنقصان وديفيشنسي في الانزيم اتسلف, يعني مشكله في الكوانتيتي. فتايب 1 بيعمل لي كومبليت ابسنس, هو اخطر واحد فيهم. تايب 2 بيخلي لي في عندي ديفيشنسي في الانزيم لكنه ايش ماله, لكن مش كومبليت, not complete absence. الانزيم is deficient in quantity لكنه ايش ماله, not complete absence. هذا النوع الاول نحكي عنه hereditary unconjugated hyper bilirubinemia, يعني bilirubinemia, مشكله في ايش؟ في الانزيم تبعي, يا مشكله كواليتي في جيلبرت سيندروم او مشكله كوانتيتي في كريجلر نجار سيندروم. الثاني نحكي عنه هو hereditary conjugated hyper bilirubinemia. لاحظ ايش بحكي, hereditary conjugated hyper بيليروبينيميا. مشكلة وين؟ المشكلة نلاحظ في الكونجيجي, مرتفع ايش عند الكونجيجيتد, يعني الانزيم هذا تبعي كنا نحكي عنه شغال طبيعي. اذا المشكلة هون ممكن الاقيها في الترانسبورت, اني انقله للبيليري تري بكل بساطة. abnormal uptake and transport, يعني مشكلة في الابتيك والترانسبورت. اذا مشكلتي هون وين؟ في النقل زي ما حكينا. Also it is autosomal recessive disorder defective اللي هو bilirubin uptake and transport. ترجع عيد. إذن كل هون بنحكي عن طبعا عن الكونجينيتال او الهيريديتري ديزيزز, ما بنحكي عن الاكواير ديزيز زي الليفر سيروسز, زي الهيباتايتس انفكشن. هذول يعتبروا اكواير ديزيزز, لكن هذول لاحظ ايش مالهم, ذي ار هيريديتري نورثهم احنا. اول واحد نحكي عنها دوبن جونسون سيندروم, دوبن جونسون سيندروم, وهي abnormal وين ترانسبورت. بحكي لي caused by deficiency of multi-specific or organic anionic transporter protein. إذا المشكلة وين؟ multi-organ anionic transporter protein. This transporter بحكي لي is responsible for excretion of conjugated bilirubin out of the liver. عشان نفهم ونكون فاهمين المكتوب, بحكي لي multi-specific organic anionic transporter. multi-specific يعني عنده عندي سبيسيفيسيتي, مش متخصص بشيء باشياء معينه. اورجانيك يعني مش اي ماده عضويه. انايونيك يعني ايش رحنتها, سالبه. ترانسبورتر بروتين اللي هو ام دي ار 2 سي ام اي او ام اي ام او اي تي. طبعا هاي الام اي او ام او اي تي, عفوا ام او اي تي, هي جاي من مالتي سبيسيفيك اورجانيك
انا يونيك ترانسبورتر، مالتي سبيسيفيك اورجانيك، انا يونيك ترانسبورتر. طب من وين اجى هذا الكلام؟ ما احنا حكينا قبل شوي ايش اسمه هذا الكونجيجيتد بليروبين، احنا اضفنا عليه جلوكويرونيك اسيد. يعني هذا الجلوكويرونيك اسيد هو نفسه جلوكوز لكن عليه اسم مجموعه كاربوكسيل. طب هاي مجموعه الكاربوكسيل اندر فيسيولوجيكال بي اتش بتكون دي بروتونيتد، يعني خسران البروتون، بتكون في هذا الشكل. اذا شو شحنتها؟ سالبه. اذا شو شحنه الكونجيجيتد بليروبين؟ سالبه. وهذا الترانسبورتر الام او اي تي بينقل البروتينات او الجزيئات العضويه اللي شحنتها سالبه. فمالتي سبيسيفيك اورجانيك انايونيك جلوكويرونيك اسيد از ان اورجانيك ماتيريال تحتوي على الكربون والهيدروجين وشحنتها ايضا سالبه فبينقل لي اياها. فعندي ديفيشنسي في هذا الترانسبورتر، بالتالي ايش ماله؟ الكونجيجيشن طبيعي لكن فيلير تو اكسكريشن، فبالتالي بصير عندي اكيوميليشن في كونجيجيتد بليروبين. يعني المشكله وين؟ المشكله في رسمتنا هون راح تكون وين؟ انه هذا كله شغال طبيعي في المصنع الاول والمصنع الثاني، لكن شو المشكله؟ في المصنع الثاني المفروض في عنده شاحنات نقل، هاي الشاحنات النقل توديه لايش؟ لمحلات البضاعه، لكن شاحنات النقل هون بطلت موجوده، فالسي تبعنا راح يرتفع تركيزه وهو الكونجيجيتد، يعني نورمال كونجيجيشن لكن اب نورمال ترانسبورتيشن او ترانسبورت بكل بساطه. ف كونجيجيتد بيليروبين بايند البومين فورم دلتا بيليروبين. هاي كونجيجيتد بيليروبين حترتبط في الالبومين برضه، ممكن ترتبط فيه، تعطيني ايش بنسميه الدلتا بيليروبين. بلاك ليفر بيكوز اللي هو اف اكيوميليشن، يعني الليفر حنلاقيه بلاكش بسبب الاكيوميليشن الزايد عن حده عندنا. روتر سيندروم، والروتر سيندروم عشان it is abnormal uptake caused by deficiency of absentin protein required for bilirubin uptake by the liver اللي هو OATB1B1 and O اللي هو B3، يعني نحفظ اللي هو هذا الاختصار للترانسبورتر. فالروتر سيندروم يعني الليفر مش عماله يعمل uptake اللي هو باختصار للبيليروبين from the blood. هذه هي الهيباتيك ايش causes of jaundice، ونلاحظ هذول عباره ندرس ايش؟ الهيريديتري سيندروم، مش اي سيندروم بنحكي عنهم. في البوست هيباتيك اللي هي جوندس غالبا اللي هي كوليستيسز. ايش يعني كوليستيسز؟ يعني باختصار كولي معناتها بايل، ستيسز اي في عندي ثبات في البايل، وبسبب هذا الستيسز بصير عندي الستونز بكل بساطه. فالبوست هيباتيك جوندس سمبلي بكون الليفر فانكشن از نورمال، لكن غالبا بصير في عندي ايش؟ بليري اوبستراكتيف ديزيزز اللي هو الكوليستيسز. اذا بصير في عندي اوبستراكشن، هذول بنسميهم اوبستراكتيف جوندس، يعني ايش؟ جوندس سببها اوبستراكشن على البليري تري. الان هاي الاوبستراكشن تختلف في انواعها، طب ليش تختلف في انواعها؟ عشان نستوعب السيناريو تبعنا. لان الاوبستراكشن له اسباب كثير، لاحظ احنا حكينا كوليستيسز مش كوليدوليثياسز، لأن الكوليدوليثياسز it is one of the major and common causes for biliary tree obstruction. لكن البيليري تري obstruction أسبابها كثيرة، إما primary stone، إما secondary stone عفوا، إما في عندي tumor، هذا التيومر is growing عامل obstruction على البيليري، عامل obstruction على البيليري تري. مثال عليه وهذا حتاخذوا عنه، وان اوف ذا يعني واحده من اشياء، مش نقول اشياء السرطانات، هي من اهم الامثله على ماس عامل كومبريشن على البليري تري، هي البنكرياتيك هيد تيومر، يعني السرطان في راس او الهيد اوف ذا بنكرياس بيكبر بيكبر بيكبر، لانه الهيد اوف ذا بنكرياس لو ترجع للاناتوم تشوفه يكون ملزق وبجنب البليري او الكومن بايل تاكت، فلما يكبر بيعمل كومبريشن وبسكر لي اياه، فبيعمل لي ايش؟ اوبستراكشن. كلمه اوبستراكشن يعني بسكر الطريق، يعني زي نتخيل انا بمشي بشارع بجنب جبل، هذا الجبل انهد فسكر لي الطريق، فلا سيارات اللي راجع قادره ترجع ولا سيارات الرايحه قادره تروح، فالبايل عماله بيمشي لكنه مش قادر يعدي يوصل الامبولا فات يوصل سفنكتر اوف اودي. ليش؟ لانه في عندي اوبستراكشن صاير، اما ستون اما تيومر او اما برايمري تيومر، يعني في عندي كولينجيا كارسينوما يكون في البليري تري نفسها عامل كومبريشن، يعني في عندي ماني ماني كوزز فور اوبستراكشن. فعشان هيك احنا بنختصرها في بليري اوبستراكتيف ديزيز بتعمل لي كوليستاسيس، فبالمحصله هذا البايل بيرجع، بالمحصله بيوصل للدم وبيرتفع الكونجيجيتد بليروبين في هاي الحاله، نفس اللي هو المرض الثاني في الهيباتيك كوز. راح نلاقي هون المريض عنده كلي كلر ستول. كلي كلر ستول يعني ايش ماله؟
الستول صار لونه زي الاسمنت. ليش؟ لانه باختصار ما في عندي انتاج للستيريكوبيلين. ليش ما في عندي انتاج للستيريكوبيلين؟ لانه الكونجيجيتد بيليروبين مش عمال بيوصل للانتستين لحتى يتحول بيلينوجين لحتى يتحول للستيريكوبيلين اللي بيعطيني البراونش كلر. فيجي المريض ايش ماله؟ بقول لك الستول صار ايش مالها؟ زي الكلي، زي الطين بكل بساطه. إذن هاي الأمراض اللي بنحكي عنها هذول الكوز تبعونا في هيباتيك اند بوست هيباتيك. فيسيولوجيكال جوندس اوف ذا نيو بورن، يعني ايش نلاحظ هاي الكلام؟ فيسيولوجيكال جوندس، طبيعيا الطفل اول ما ينولد، نركز، طبيعيا الطفل اول ما ينولد راح الاقي عنده مصفر، تلاقي وجهه ايش ماله اصفر، في عنده جوندس. لكن هل هذا نور، هل هذا احكي عنه نورمال ولا اب نورمال؟ اذا في عندي نلاحظ كلمه مرات عنده نورمال ومرات احكي عن هذا الجوندس اب نورمال. اول 24 الى 48 ساعه من الولاده لو لقيت الطفل عنده صفار it is normal، لكن اذا هذا الصفار امتد it is abnormal thing، في عندي مشكله، في عندي خلل، في عندي مرض بصيب هذا الطفل. فليش الفيسيولوجيكال جونس؟ طبعا زي ما حكينا من بتكون حوالي من اول 24 الى 48 ساعه. سببها اللو يو دي بي جلوكورينيس ترانسفيريز اكتيفيتي، يو دي بي جلوكورينيس ترانسفيريز اكتيفيتي بتقل، فبيرتفع الان كونجيجيتد بيليروبين. هل هذا الانكوجيجيت، هل لو استمرت هاي الجوندس مشكله، لانه يوم يومين ويل بي ريزولف باي ات سيلف، لكن لو استمرت حيصير في عندي مشاكل. ليش؟ لانه هذا الانكوجيجيت بيليروبين ما يكروس البلاد برين بارير ويعمل لي برين دامج، اللي هو كيرينيك تريس، هاي باختصار المرض اللي انا بصير في عندي. اذا لازم الطفل تولد يوم يومين لسه الجوينس موجود، 3 ايام والله الجوينس موجود، اذا في عندي مشكله لازم اشيك عليها. طبعا هاي الكلينيك تيراس باختصار مجموعه اشياء بتصير مع بعض، دي تو ذس، انه هذا البيلروبين عمال يدخل للبرين، ممكن يصير في عندنا سيريبرال بالسي، ممكن الشخص او الطفل يعاني من هيرنج لوس، يعاني من فيجن بروبلمز، يعاني من اشياء لها ريليتد تو انتليجنس، مريض يصير في عنده ديسابيليتي، اعاقه فكريه بكل بساطه، يعني اعاقه فكريه. فبكل بساطه عشان هيك احنا ما بدناش البيليروبين او الجوندس هاي تستمر اكثر من 3 ايام، عشان هيك لازم تو تشيك ات. يعني طفل اذا 3 ايام جوندس مش عماله ينزل بيليروبين ليفل، اذا في عنده مرض لازم تو تشيك ات عشان ونعالج هذا الجوندس as soon as possible. نيجي نحكي عن الليفر فانكشن تيست، هاي يعني واحده من اهم الشغلات اللي في الكلينيكال لايف. بقول لك اطلب LFT ليفر فانكشن تيست، فحوص عشان تشوف هل الليفر از فانكشنينج ويل اور نوت. فالليفر فانكشن تيست هاف فور بوتنشال ابلكيشن. اوكي، عندنا الابلكيشن والبوتنشال ابلكيشن بيحكي لي identify presence of liver diseases، يعني انا ليش بدي اطلب LFT؟ بدي اشوف هل في عندي مشكله ومرض في الكبد او لا. الشغله الثانيه اني اعمل specific diagnosis، يعني اشوف انه من خلال ال LFT اوصل لسبيسيفيك دايجنوستس معين. اسس ذا سيفيريتي اوف ليفر ديسفانكشن اور دامج، يعني في حال المريض عنده ليفر سيروسيس اور ليفر نقول ليفر فيلير، من خلالها وي كان ديتكت اند اسس ذا سيفيريتي. مونيتور ذا بروجريشن اوف ديزيز اند اني ريسبونس تو ثيرابيتيك انترفينشن، يعني المريض عنده ليفر ديزيز، كان ال LFT والانزيم عنده الليفر انزيم مرتفعين، فتو اسس هل صار في عندي المريض عماله يتحسن ويستجيب للادويه ولا لا، يعني بدي اشيك كل فتره. اذا المريض تحسن وقلت قراءاته، معناته منطقيا هذا الكلام بنلاقي انه الليفر فانكشننج او الجسم عماله يستجيب للعلاج تبعي. اوكي، الليفر فانكشن تيست ممكن ناخذها بعده شغلات او باربعه مراحل. ناخذ من خلال البي تي تي بروثرومبين تايم، ناخذ من خلال الالبومين ليفلز لانه الليفر سينثسايزنج الالبومين، من خلال الليفر انزيمز الاي اس تي والاي ال تي والبيليروبين. اول اوف ذيس ريليتد تو ذا ليفر. ليش؟ لانه البروثرومبين تايب احنا بنعرف الليفر ريسبونسبل فور سينثسايزنج الكواجليشن فاكتور، الالبومين ذا سيم انزيم ذا سيم بيليروبين ذا سيم. نبلش نيجي عن اول واحد فيهم، بيليروبين. البيليروبين كيف ممكن اللي هو باختصار افحص الليفل تبعه؟ يعني لما تسمع ال اف تي تذكر هذول الاربعه، يعني بنفحص هذول الاربعه البي تي بروثرومبين تايم الالبومين الانزيمز والبيليروبين. البيليروبين نيجت باي دايازو رياكشن، اذا في عندي رياكشن اسمه الدايازو رياكشن. شو هذا التفاعل بحكي لي؟ بدايه
اللي بحكي لي اياه هونيك بيليروبين بلس ديازو ديازو تزد سلفينيليك اسيد بالاضافه لاكسلريتر اللي هو بيكون بيكون اللي هو كو انزيم، مش كو انزيم، بيكون اللي هو عامل مساعد كو فاكتور كايند اوف ذات، بيعطيني تو ازو بيليروبين اللي هو التوتال بيليروبين. بعد هيك بحكي لي انه البيليروبين زائد اللي هو نفس الماده بدون الاكسلريتر بيعطوني باختصار الكونجيجيتد بيليروبين او الدايركت بيليروبين زي ما حكينا عنه. التوتال بيليروبين ناقص الكونجيجيتد بيليروبين بيعطيني الان كونجيجيتد بيليروبين اللي هو الدايركت بيليروبين. كيف يعني؟ لان في عندي ماده اسمها ديازو تزيد سلفينيك اسيد. هاي الماده باختصار من خلالها بقيس التوتال بيليروبين والدايركت والاندايركت. انا بقيس التوتال والدايركت في البدايه، لا بعدين التوتال ناقص الدايركت بيعطيني الاندايركت او الانكونجيجيتد بيليروبين. سبب التسميه بدايركت واندايركت لانه الدايركت بيليروبين او سميناه الكونجيجيتد اتا دايركت بيليروبين لانه تركيزه بيطلع عندي مباشره من خلال التفاعل اللي هو البيليروبين زائد الديازو تزيد سلفينيك اسيد، لانه طلعناه ايش ماله؟ مباشره من وين اجى اسمه دايركت بيليروبين؟ لانه طلعته ايش ماله؟ مباشره دايركتلي ميجر مباشره انا طلعته. لكن الان كونجيجيتد سميناه اندايركت لانه انا كيف طلعته؟ جبت التوتال نقصته منه من الدايركت، توتال ناقص دايركت اعطاني الان كونجيجيتد او الاندايركت، لانه اندايركتلي ميجر ما طلعته انا بشكل مباشر، لا بعد حسبه انا طلعته. اذا ضفت الاكسلريتر بطلع التوتال، بدون اكسلريتر الدايركت، التوتال ناقص الدايركت بيعطيني ايش؟ الاندايركت او الان كونجيجيتد بيليروبين. الدلتا بيليروبين بحكي لي از ايكوال تو كونجيجيتد بيليروبين. ليش الدلتا بيليروبين؟ احنا بنعرف هو نفسه الكونجيجيتد لكنه ايش ماله مرتبط للالبومين، فالدلتا هي از ذا سيم فور وات فور كونجيجيتد، لانه الكونجيجيتد بيكون مرتبط وين؟ في الالبومين. اليوروبيلينوجين ان يورين اند فيسز ايجرد باي اللي هم بنسميه ال ايرلخ ريجنت، ايرلخ ريجنت. هذا الايرلخ ريجنت ريسبونسبل فور اللي هو ديتكتنج اليوروبيلينوجين في اليورين والفيسز، بنقيس من خلال الايرلخ ريجنت، بعطيني ايش؟ ريد كلر وفي سيرتن ميثود. اذا بس نعرف يعني اتليست نعرف النيم اوف ذا الميثود ديازو رياكشن ايرلخ ريجنت. نتذكر في البيروبين ميجرمنت احنا بنقيس التوتال اذا ضفنا اكسلريتر، بنقيس الدايركت او الكونجيجيتد اذا قسنا بدون الاكسلريتر، والاندايركت بنطلعه من التوتال ناقص الكونجيجيتد. الليفر انزيم مهمين او نوعين من كثير مهمين نعرفها، واحد له علاقه في الهيباتوسيلير والثاني له علاقه فور بليرتري انجري. يعني الليفر انزيمز او الانزيمات الكبد هذول موجودين في مكانين، او نحكي عنهم لتو تايبس، للهيباتوسيلير يعني لخلايا الكبد نفسهم او في البليرتري انجري. في البليرتري حنستخدم ماركر، ولا الهيباتوسيلير حنستخدم ماركر ثاني. فالماركرز فور هيباتوسيلير انجري اتز الالين ترانسفيريز والاسبارتيت امينو ترانسفيريز. اذا الالين امينو ترانسفيريز اي ال تي، والاسبارتيت ترانس او امينو ترانسفيريز او ترانس امينيز اللي هو الاي اس تي. اذا اي ال تي والاي اس تي، بحكي الاي ال تي از مور سبيسيفيك تو ليفر. ايش يعني از مور سبيسيفيك تو ليفر؟ كلام كثير مهم. يعني الاي ال تي بلاقيه وين؟ بس بالليفر مينلي، لكن الاي اس تي اتس سنسيتيف. كلمه سنسيتيف يعني اذا صار في عندي ليفر انجري او هيباتوسيلير انجري بيرتفع الاي اس تي، لكن it is specific for liver. The answer is no. What is it specific? ال ALT. بيحكي لي ال AST of over ALT ratio important. نلاحظ على هذا الكلام مهم. Ratio is important. يعني بعد ما فحصنا بيطلع عندي ratio اسمها AST على ALT ratio من الفحص نفسه. بيحكي لي إذا كانت هي عالية بعطيني إنه acute liver disease and hepatitis. يعني ال AST على ال ALT عالية يعني ال AST بيرتفع كثير مقارنه بالاي ال تي، معناته في عندي ليفر ديزيز which is very acute يعني acute hepatitis اللي هو، او في عندي شيء something acute occurring at اللي هو في الليفر. mildly elevated يعني مرتفع بس مش كثير، هذا بصير في عندي في حالات الاوبستركتيف هيباتيك ديزيز. يعني مهم جدا نميز بين الشغلتين. الاي ال تي حكينا مور سبيسيفيك، الاي اس تي على ال تي ريش مهمه، اذا عالي معناته اكيوت هيباتيك ديزيز اور ليفر ديزيز زي الهيباتايتس او اكيوت هيباتايتس وبالاضافه للهيباتايتس، ومايلد اليفيتد طبعا في الاوبستركتيف هيباتيك ديزيزز. نسبه وريشو للحفظ اذا كانت الاي اس تي على الاي ال تي 2 في حالات الالكوهول ليفر ديزيز، يعني المرضى الالكوهوليك طلع راح نلاقي عندهم الاي اس تي على الاي ال تي ريشيو which is what 2. حكينا هذول ماركرز فور وات؟ فور هيباتوسيلير انجري. طب الماركرز فور بليرتري انجري هم ثلاث انزيمات، الكالاين فوسفاتيز اي ال بي، جاما جلوتاميل ترانسفيريز
جي جي تي وفايف برايم نيوكليوتايدز. اهم واحد فيهم هو ايش؟ الاي ال بي اللي حنحكي عنه، هو اللي بيعني الاكثر اشي. الاي ال بي، الاي ال بي الالكالاين فوسفاتيز، موجود في مكانين، في الليفر والبون، ممكن الاقيه في الليفر في البليرتي او في البون. هايلي اليفيتد في الاكسترا هيباتيك بليري اوبستراكشن زي الكوليستيسيز او اللي هو باختصار الكليدولثياسيس، صار في عندي اللي هو باختصار اوبستراكتيف جوندس، يعني مريض عنده اوبستراكتيف جوندس عملت له ال اف تي ليفر فانكشن تيست، حلاقي باختصار الدايركت بيليروبين مرتفع، التوتال بيليروبين مرتفع، لكن شو المرتفع؟ الدايركت بيليروبين، بحكي عن اوبستراكتيف جوندس فبيرتفع الكونجيجيتد. هل حلاقي الليفر الهيباتوسيلر انزيم الاي ال تي والاي اس تي مرتفعات؟ مني مش حلاقيهم مرتفعات، لكن هل حلاقي الاي ال بي مرتفع؟ الانسر از يس، حلاقي الالكلاين فوسفاتيز ايش ماله؟ مرتفع. مالدي اليفيتد في حالات الهيباتايتس، ليش راح يكون مالدي اليفيتد؟ لانه الهيباتايتس بتاثر على الهيباتوسيلر او الهيباتوسيلز، ما بتاثر على اللي هو البليري 3. الجاما جلوتامين ترانسفيريز، هذا الجاما جلوتامين ترانسفيريز مش موجود في البون، موجود فقط في البلياريتري، هاي ليفل اسوشيتد في حالات اللي هو الالكوليزم. اذا الالكوليزم بيرفعوا لي الجاما جلوتامين ترانسفيريز، ولا هو باختصار الفايف نيوكليوتايدز بنلاقيهوش في البون. اذا الالكالاين فوسفاتيز بنلاقيه في البون والليفر، لكن الباقي هذول بنلاقيهم مينلي في الليفر. ملاحظات كثير مهم نحكي عنها، ALT والAST higher في الهيباتيتس than ALB and اللي هو باختصار الGGT، يعني باختصار لو مريض أنا عجاني عنده هيباتيتس، شكيت في الهيباتيتس، حلاقي المرتفعات عنده ميل للALT والAST، بعد هيك بعد هذول حلاقي الALB والGGT الجاما جلوتامين ترانسفيريز. بحكي الALT والAST أقل من الALB، أقل من الGGT في حالات الأوبستركتيف هيباتيك ديزيز، أو بكل بساطة الأوبستركتيف جوندس. إذا أوبستركتيف جوندس حيكون إيش عندي؟ العكس، حيكون الGGT أعلى من الALB، أعلى من ALT و AST. إذا هيباتيك ديزيزز أو هيباتوسيلولار ديزيز بيكون السيناريو ALT AST أعلى من ALB أعلى من GGT. في الأوبستراكتيف العكس، GGT على إشي الـ ALB then له الـ ALT والـ AST. زي ما نذكر الـ ALT is specific for liver والـ ALB نلاحظ it is specific for bone، ليش؟ إنه برضو بلاقيه في البون. الـ AST زي ما حكينا على الـ ALT بنلاقيه اثنين في الليفر أو في الألكوليك ليفر، والـ GGT association برضو بالألكوليزم. يعني في عندي شغلتين بستخدمها لحتى أعرف إذا المريض is alcoholic أو not، حلاقي عنده الـ AST طبعا أو عنده alcohol liver disease، يعني الكحول انديوست ليفر ديزيز، بلاقي عنده الاي اس تي على الاي ال تي ريشيو زي ما حكينا اثنين، بالاضافه الى ذلك بنلاقي الجي جي تي عنده مرتفع. بلازما بروتين اللي راح نحكي عنهم، اول واحد فيهم الالبومين، ذا موست برودوس باي ذا ليفر، نعرف الالبومين سينثسايز باي ليفر. الهاف لايف يعني تقريبا 21 يوم، يعني 21 يوم لو عندي 1000 ملغ بدي 21 يوم نتخلص من 500 ملغ عندي. لو ليفلز مين كرونيك ليفر ديزيز، اسايتس نفروتيك سيندروم انتيرو باثي اند بيرنز. ايش يعني هذا الكلام؟ بيرنز يعني كلام منطقي، حروق، لما يصير في عندي ابن ادم حروق يعني راح يخسر دم ويخسر من مع الالبومين. كرونيك ليفر ديزيز زي الليفر سيروسيس منطقي يصير عندي هايبو البوليميا، ليش؟ لانه في الكرونيك ليفر ديزيز معناته الليفر از نوت فانكشنال، كونه ما بيشتغل الليفر معناته مش حيصنع. السايتس في السايتس كمان بيقلل، ليش؟ لانه السايتس ميلي لو نرجع لاسبابها، من اسبابها ريليتد تو كرونيك ليفر ديزيز، بيعمل لي بورتال هايبرتنشن، هذا البورتال هايبرتنشن البلادر حيظل موجود اكثر شيء في الميزنتريك سيركيليشن، فبيطلع الفلويد اوتسايد للفينز وظل وين موجود فيه بتراكم في الابدومين، بنعطي له الاسايتس. النفروتيك سندروم ليش بعمل لي هايبو البوليميا؟ يو نو ذات من اهم الشغلات اللي هو في النفروتيك سندروم بروتين يوريا، انه ايش في عندي اليورين عماله او في اليورين في عنده بروتين، ونورمال مش لازم الاقي بروتين. انتيروباثي مرض في اللي هو باختصار في الانتستين، والبين زي ما حكينا في التفسير. البروثرومبين تايب انا حكيت من خربطت، حكيت بي تي تي، اتس بي تي لانه ريليتد زي ما حكينا اللي هو فاكتور 7. طبعا ليش البي تي انا بقيسه اكثر من البقيه؟ هسه راح نحكي كمان شوي. ميجر ذا ريت اوف ويتش بروثرومبين از كونفيرتد تو ثرومبين اللي هو احنا بنعرف البروثرومبين تايب، تيست فيتامين كي كواجيليشن فاكتور اللي هم 1972 زي ما بنعرف. طب ليش ركزت على البروثرومبين حكيت عن البي تي ما حكيتش عن البي تي تي؟ هسه البي تي تي افكتد برضه، لكن اهم واحد فيهم البي تي، ليش؟ لانه الفاكتور 7 هاز شورت هاف لايف، فمعناته كونه شورت هاف لايف لو صار في عندي ليفر ديزيز، نركز لو صار في عندي ليفر ديزيز اي واحد من الفاكتورز راح يختفي بسرعه ويعمل لي تظهر عليه المشكله الفاكتور 7، معناته البي تي راح يصير ابنورمال اول شيء. يعني لو مريض عنده ليفر كرونيك ليفر ديزيز، نحكي ليفر سيروسيس، صار عندي ليفر سيروسيس اليوم، اي واحد لو اجيت مثلا بعد يوم
يومين. اجيت اعمل فحص للبي تي والبي تي تي، يا رح الاقي اب نورمال، رح الاقي والله البي تي اب نورمال لكن البي تي تي لساتها زايده شوي تايم مثلا فور اكزامبل. معناته انا اخترت البي تي لانه الفاكتور 7 شورت هاف لايف، معناته it is a very indicative انه في عندي problem في الكبد، في عندي a liver disease. ف prolonged BT means liver damage او vitamin K deficiency، يعني مريض عنده BT prolongation يا vitamin K deficiency او liver damage، عنده مريض ايش liver disease زي اللي هو زي ما كنا نحكي عنه ال liver cirrhosis. الفا فيتو بروتين، هذا طبعا بروتين احنا بنعرف اتز يعني بيكون elevated في حالات الهيباتوسيلولر كارسينوما، it is a fetal protein. Normally ما بلاقيه عند شخص بالغ عند adult، لكن إذا لقيته عند adult بشك إنه عنده المريض إيش في عنده hepatocellular إيش كارسينوما. ألفا أنتيتريبسن، هذا الألفا أنتيتريبسن بيقل في حالات اللي هو الإنفيزيما اللي هو درستوها في الآر إس والكرونيك ليفر ديزيزز. وسيرولوبلازمين، هذا طبعا كبر بايندينج بروتين أبسنت في حالات الويلسون ديزيز، يعني السيرولوبلازمين عبارة عن بروتين بيرتبط في النحاس، في حالات الويلسون ديزيز ما بيكون موجود هذا السيرولوبلازمين، فبالتالي بيصير في عندنا اكيوميليشن اوف كبر في الانسان، بالتالي بيصير في عندنا تظهر اعراض اللي هو الويلسون ديزيز. والترانسفيرين اللي هو الايرون بايندنج اللي هو بروتين، لكن مين اللي احنا بنطلبهم لليفر فانكشن تيست؟ الالبومين والبي تي زي ما حكينا، بالاضافه اللي حكينا عنهم من قبل. اخر شيء نحكي عنه هو الايثانول ميتابوليزم، لانه احنا بنعرف الليفر باختصار ون اوف ذا ميجر او هو من احد الاعضاء المهمين اللي بيعملوا لي ديتوكسيفيكيشن اوف اللي هو الكحول، الكحوليات زي الايثانول. مين لي اوكي او اوكيرز في الليفر، الايثانول بيتحول لاسيت الالدهايد في 3 باث ويز باك الى المركز. في عندي ثلاثه طرق ان احول الايثانول لايش؟ احول الايثانول لاسيت الالدهايد، هذا الاسيت الالدهايد بعدين انا جسمي راح يستخدمه، اذا ممكن استخدم هذا الاسيت الالدهايد. ذا مين باث واي بيحدث في السيتوسول، نركز وين بيحدث في السيتوسول اوف وات اوف ذا هيباتوسايت، باستخدام انزيم اسمه الكحول ديهيدروجينيز. اذا اول باث واي وين بصير في السيتوسول؟ بيحول الايثانول لاسيت الالدهايد، ايش اسمه؟ الكحول ديهيدروجينيز. عشان نستوعب شو الاسيت الالدهايد وشو الايثانول، الايثانول سمبلي سي اتش 2 عشان نفهم، عفوا CH3CH2OH، this is ethanol. When I reduce it راح يصير شكل عندي هيك CH3C double bond OH، هذا أسيت الألدهايد وهذا إيثانول. إذا I reduce the ethanol بيعطيني اللي هو أسيت الألدهايد، فبينتج عندي إيش بالمحصلة؟ NADH، وهذا الإنزيم موجود في السيتوسول. الطريقة الثانية باستخدام البيركزيزوم، لاحظ إنه عمال أنا بالمحصلة راح يصير في عندي reduction، اذا الايثانول هو البي ريديوس اسيت الالدهايد. بعد الطرق في الايثانول باستخدام اللي هو في السيتوسول باستخدام الالكوهول ديهيدروجينيز، بحول لي من خلال بعمل لي ريدكشن للناد او بعمل لي اللي هو بحول الناد بوزيتيف للناد اتش زي ما بنعرف، بحول الايثانول تو اسيت الالدهايد، بعمل لي عفوا الى اوكسيديشن مش اللي هو ريدكشن، انا خربطت حكيت ريدكشن، لا بعمل لي اوكسيديشن اوف ايثانول بحول لي الاسيت الالدهايد. في برضه كمان في البيركزيزوم بيحول لي اياه من خلال نقل الالكترونات، هلا الالكترونات في الالكول ديهيدروجينيز نقلناها لوين؟ للناد بوزيتيف، لكن في البيركزيزوم ما بدنا نقولها، بنقولها لل H2O2 الهيدروجين بيروكسيد، بحول لي اياه للاكسجين او عفوا للووتر مولكيول باستخدام انزيمات الكاتاليزز. وفي المايكروسومز بيحول لي اياه طبعا في الثيرد باث واي، بنقول بيستخدم الناد بي اس طبعا وسيرتن انزيم بالاضافه للمولكيولر اكسجين باستخدام السيتوكروم بي 2 E2 سايتوكروم B2 E2 سايب 2 E2، وين بصير هذا؟ في المايكروسوم، لكن المين باث واي وين؟ اللي بيحدث في السيتوسول. بعد هيك هذا الاسيت الالدهايد وين بيروح؟ بتحول للاسيتيت باي الدهايد ديهيدروجينيز انزيم، او عفوا الدهايد ديهيدروجينيز في الميتوكوندريا يتحول تو اسيتيت اللي هو عباره عن الكونجيكت فورم اوف اسيتيك اسيد، الريزلت بيرتفع الاسيتيت الروس واللي هو الناد اتش على الناد بوزيتيف، هاي الشغلات اللي نلاقيها ايش مالها بترتفع. هاي ان اي دي اتش على لو اللي هو باختصار ان اي دي بوزيتيف انهبت اللي هو الجلايكوجينيسيس، فبصير في عندي هايبوجلايسيميا، بصير في عندي فات اسيد اوكسيديشن، بصير في عندي فاتي ليفر، وبالمحصله بصير في عندي بزيد التي سي اس اللي بيعملها شوت داون، بصير في عندي ميتابوليك اسيدوسيس. ليش هذا الكلام؟ هذا في حال صار في عندي توكسيسيتي،
يعني التوكسيسيتي تبعتي بسبب او بسبب الايثانول ايش بتعمل لي؟ انه بيرفع لي الان اي دي اتش على الان اي دي بوزيتيف ريشيو. ليش؟ لانه خلال الميل باث واي يتم انتاج الان اي دي اتش، فالان اي دي اتش على الان اي دي بوزيتيف ريشيو بترتفع. لما ترتفع الجلايكوجينيسيس ايش مالها؟ بتقل. هذه الجلايكوجينيسيس ايش اهميتها؟ انها تعطيني جلايكوجين. فالمريض اللي عنده الكوهول ليفر ديزيز بصير عنده، المريض بصير عنده فاستنج هايبوجلايسيميا، يعني لما يصوم السكر بدمه بينزل. ليش؟ لانه ما في عنده جلايكوجين ليعوض النقص اللي صار في عندي. بالاضافه بيعمل انهيبيشن للفات اسيد اوكسيديشن، فبالتالي خلال الصيام احنا بصير في عندي هايبوغلايسيميا. هاي الهايبوغلايسيميا بتحفز، ايش بتحفز؟ يصير في عندي ريليسنج اوف فاتي، ايش نركز؟ بيصير في عندي ريليسنج للفات اسيد من الفات تيشو، فبضل يمشي يمشي يمشي، بفوت وين؟ بفوت على الكبد. لما يفوت على الكبد عشان يصير له اوكسيديشن، ما بيقدرش يعمل اوكسيديشن لانه الان اي دي اتش عالي والان اي دي بوزيتيف قليل، والان اي دي بوزيتيف قليله، بيعمل شت داون للاوكسيديشن. بالتالي التراي جلسرايد او تراي اسيد جلسرول تتراكم، فبصير في عندي فاتي ليفر. عشان هيك مرضى الالكوهول بصير في عندهم فاتي ليفر ديو تو ذس ريزون. بالاضافه الى ذلك التي سي ار سايكل بيعمل لها شت داون، بالتالي اللاكتيت راح يتراكم، بصير في عندي ميتابوليك اسيدوسز. كلها كومبليكيشن اوف ايثانول توكسيسيتي او الكوهول اوفر تيك. وهيك احنا بنكون خلصنا المحاضره، بتمنى نكون ما طولت عليكم، حاولت افصل كل شيء لحتى تفهموا وتكون يعني سهله عليكم. موفقين يا رب.